السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة فن الكروشيه. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل غرزة جميلة جدا وكمان سهلة، وهي عبارة عن تكرار سطرين بس. وبالغرزة دي تقدري تعملي بيها كوشنز للانتريه او الصالون. يلا بينا نشوف الطريقة. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل طبعا نموذج صغير، لكن انت طبعا لو حابه انك تعمليه كوشنز للانتريف فبيكون مقاسها عباره عن 30 في 30، او لو حابه تكون اكبر شويه ممكن تكون 30 في 40 على حسب المقاس اللي انت عاوزاه او حسب المقاس الكوشنز اللي عندك. هتقدري تعملي الكفر، هيكون جميل جدا، وتغيري من شكل الكوشنز اللي موجوده على الانتريه او الصالون، وكفايه انها تكون من شغل ايديكي. ويا رب الغرزه تعجبكم. هي الغرزه اسمها غرزه البابلز، يا رب تعجبكم وتكون سهله عليكم. هي ان شاء الله سهله وجميله. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها مضاعفات العدد 4، هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وكمان 4، 1 2 3 4، وهفضل ماشيه بالطريقه دي لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. لو انا بعمل كوشنز مثلا هتكون 30 في 30، فانا هعمل مقاس السلسله تكون عندي 30 سنتي، فانا هفضل ماشيه بعدد 4 4 مضاعفات العدد 4 لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. انا طبعا هعمل نموذج صغير، 1 2 3 4، بالشكل ده انا عملت عدد من السلاسل مضاعفات العدد 4. فانت بعد ما بتخلصي مضاعفات العدد 4 وبتوصلي بمقاس السلسله للمقاس اللي انت عاوزاه، بتبداي بعد كده ترتفعي 2 سلسله. ارتفع 1 2، يعني عملنا مضاعفات العدد 4 وبعد كده زودنا عليهم 2 سلسله. بعد كده هسيب اول سلسله وهدخل في اللي بعدها على طول واعمل غرزه حشو، وتاني غرزه غرزه حشو، والغرزه اللي بعدها كمان غرزه حشو، والسطر ده كله هيكون عباره عن غرز حشو. بالشكل ده خلصت اول سطر عندي في الغرزة وعملت السلسلة كلها عبارة عن غرز حشو. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل معايا وادخل في اول غرزة واعمل غرزة حشو، وتاني غرزة هعمل فيها غرزة حشو، والتالتة كمان هتكون غرزة حشو. يبقى انا كده عملت 3 غرز غرزة حشو. بعد كده بقى هدخل واعمل غرزة البابلز بتاعتي. هلف الخيط على الابرة وهدخل على الغرزة الرابعة، هسحب الخيط واطلع هعمل غرزة عمود بلفة لكن غير مكتمل، يعني هكون ال3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واطلع من حلقتين وهسيب الحلقتين الموجودين على الابرة، وهلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة واعمل كمان غرزة عمود بلفة غير مكتمل، هسحب الخيط واطلع من حلقتين بس. كده بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط تاني على الابرة وهدخل في نفس الغرزة واسحب الخيط واطلع، اطلع من حلقتين بس برضو، وبالشكل ده يكون معايا 4 حلقات على الابرة. هلف الخيط وادخل من نفس الغرزة واسحب الخيط واطلع، اطلع من حلقتين بس، وكده يكون معايا 5 حلقات على الابرة. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة واسحب الخيط واطلع من حلقتين بس. كده بقى معايا 6 حلقات على الابرة، 1 2 3 4 5 6، كل ده في نفس الغرزة اللي هي الغرزة الرابعة. بعد كده هسحب الخيط واطلع من الحلقات كلها من على الابرة، اطلع بحلقة واحدة بس واقفل عليهم بسلسلة زي ما انتوا شايفين كده. دي غرزة البابلز. بعد كده هدخل على الغرزة اللي عليها الدور
بعد غرزة البابلز واعمل غرزة حشو. ده شكلها. واللي بعدها كمان غرزة حشو، هنعمل 3 غرز حشو زي ما عملنا في البداية. احنا بداية السطر كان عندنا 3 غرز حشو، والرابعة كنا بنعمل فيها البابلز. برضو هنعمل هنا، هندخل هنعمل 3 غرز حشو والرابعة هعمل فيها بابلز. 2 3، والغرزة الرابعة هعمل فيها غرزة البابلز. هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة واسحب الخيط واطلع، اعمل اطلع من حلقتين بس واسيب حلقتين على الإبرة، وهكرر مرة كمان في نفس الغرزة واطلع من حلقتين، وكمان مرة في نفس الغرزة واطلع من حلقتين، وكمان مرة في نفس الغرزة واطلع كمان من حلقتين. كده انا عملت 4 أعمدة. هلف الخيط على الإبرة وادخل اعمل العمود الخامس في الغرزة بتاعت البابلز. بعمل 5 عواميد غير مكتملين، والف الخيط على الإبرة واطلع من حلقتين، وبالشكل ده اكون 6 حلقات على الإبرة، اطلع منهم مرة واحدة، وبعد كده اقفل عليهم بسلسلة. ادي غرزة البابلز التانية. بعد كده بقى الغرزة اللي بعدها اعمل غرزة حشو. واللي بعدها غرزة حشو. وكمان اللي بعدها غرزة حشو. 3 غرز، بعمل في كل غرزة غرزة حشو. وبعد كده اكرر غرزة البابلز تاني. وده بيكون شكلها. هعمل غرزة البابلز تاني معاكم عشان تكون واضحة. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور. أنا عملت 3 غرز حشو، والغرزة الرابعة هتكون غرزة البابلز. ودايما همشي بنفس الطريقة، 3 غرز حشو والرابعة بتكون غرزة البابلز. أدخل وأعمل أول عمود عندي غير مكتمل، وهلف الخيط وأدخل أعمل التاني، وهلف الخيط وادخل اعمل التالت، واطلع من حلقتين بس، والرابع واطلع من حلقتين بس، والخامس. بنعمل 5 عواميد غير مكتملين واطلع من حلقتين بس. وبالطريقة دي كونت 6 حلقات. هسحب الخيط واطلع من ال6 حلقات مرة واحدة، وبعد كده اقفل عليهم بسلسلة. وبعد كده اعمل في ال3 غرز اللي عليهم الدور غرز حشو. ادخل على الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، وكمان اللي بعدها غرزة حشو التانية، والتالتة غرزة حشو، وفي الرابعة هعمل غرزة البابلز تاني. ودي غرزة البابلز. طبعا شكلها هيبان اكتر في لما نرتفع بالاسطر، هيبان شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفينها في الصورة، شكلها حلو قوي. هكمل السطر وهنرجع نشوف هنعمل السطر التاني ازاي. زي ما انتم شايفين كده خلصت السطر الاول، سطر عندي زي ما واضح كده، دي غرزة البابلز. عشان نعمل السطر التاني هنرتفع بسلسلة، وهنلف الشغل، هدخل فوق كل غرزة وهعمل غرزة حشو. أول غرزة تقابلني هعمل فيها غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، والسطر ده كله هيكون عبارة عن غرزة حشو، وبالشكل ده هيكون تكرار سطرين، سطر غرزة حشو وسطر غرزة البابلز. هدخل هعمل غرزة ال3 غرز الحشو، اشتغلت فوقيهم 3 غرز حشو. غرزة البابلز هدخل في الغرزة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، الغرزة اللي في اللي انا كنت السلسلة اللي انا كنت عاملاها في غرزة البابلز، هدخل فيها واعمل غرزة حشو، وارجع تاني فوق غرز الحشو اعمل غرز حشو. 2 3، وفوق غرزة البابلز في غرزة السلسلة هعمل غرزة حشو،
وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما أخلص السطر كله غرز حشو، ونرجع نعمل السطر التاني من غرزة البابلز، وهنشوف هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين خلصت السطر الحشو كله، وده بيكون ظهر الشغل ووش الشغل بالشكل ده. علشان نعمل غرزة البابلز التاني هنرتفع سلسلة واحدة بس وهنلف الشغل. احنا عندنا كنا بادئين بتلاتة غرزة حشو، شايفين 1 2 3 تلات غرز حشو. هدخل فوق اول غرزة وهعمل غرزة حشو، تاني غرزة هشتغل فيها غرزة البابلز، هلف الخيط على الابرة وادخل في تاني غرزة حشو وهسحب الخيط واطلع اكون التلات حلقات، هطلع من حلقتين واسيب حلقتين على الابرة، هعمل عمود غير مكتمل. اول عمود احنا بنعمل 5 عواميد غير مكتملين ب6 حلقات. ده اول عمود عندي، هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة واسحب الخيط واطلع من حلقتين. ده تاني عمود، ثلاثة بنفس الطريقة، اربعة هطلع من حلقتين بس برضو، خمسة واطلع برضو من حلقتين. كونت ال6 حلقات على الابرة، هلف الخيط واطلع من ال6 حلقات مرة واحدة واقفل عليهم بسلسلة. خلاص كده الغرزة اللي بعدها بتكون غرزة حشو، هشتغل فيها غرزة حشو برضو، وغرزة الحشو اللي فوق البابلز هعمل فيها غرزة حشو كده، تاني غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو هعمل فيها غرزة حشو. وكده أكون عملت ال3 غرز حشو اللي أنا بعملهم ما بين البابلز والتانية. كده أنا عملت 3 غرز حشو. الغرزة الرابعة هشتغل فيها غرزة البابلز بنفس الطريقة، عملت غرزة البابلز. غرزة الحشو اللي بعدها هشتغل فيها غرزة حشو، والتانية اللي فوق البابلز هعمل فيها غرزة حشو، وكمان التالتة غرزة حشو. همشي بنفس الطريقة، هعمل 3 غرزة حشو، وفي الغرزة الرابعة هعمل فيها البابلز. وبالشكل ده بيكون شكل البابلز. البابلز بيكون تحتها حشو، والبابلز فوقيها حشو، وبالشكل ده بتكون شكل الغرزة معانا، وهيبان شكلها اكتر لما نرتفع بالاسطر. هدخل فيه، انا كده عملت 3 غرز حشو، عملت 3 غرز حشو. الغرزة الرابعة هشتغل فيها غرزة البابلز بنفس الطريقة، هعمل 5 عواميد غير مكتملين، وبيظهر معايا 6 حلقات على الإبرة، بطلع منهم مرة واحدة وبقفل بغرزة سلسلة. 4 5 6 كده 6 حلقات، هطلع منهم مرة واحدة وهقفل بسلسلة. وكده عملت غرزة البابلز. اللي بعدها هعمل حشو، 1 اللي فوق البابلز حشو، 2 تالت غرزة بتكون غرزة حشو، والرابعة هعمل فيها بابلز تاني. وبالطريقة دي بأكمل لغاية ما بخلص السطر كله، وهعمل سلسلة وأرجع أعمل غرز حشو في السطر كله، وبعد كده أرجع تاني أعمل غرز البابلز. هكمل السطر وهعمل السطر اللي بعده غرز حشو، وهنرجع نشوف السطر التالت من البابلز هيكون ازاي. زي ما انتوا شايفين خلصت تاني سطر من غرزة البابلز، وبعد كده عملت غرزة الحشو، اخر غرزة عندي في غرزة الحشو، هشتغل غرزة الحشو في اخر غرزة، وبعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل، وهدخل اعمل. احنا عندنا هنا اول حاجة عندي كانت غرزة البابلز، هدخل اعمل 3 غرزة حشو فوق منها. اول غرزة عندي
اللي هي قبل غرزة البابلز هعمل فيها غرزة حشو، وفوق غرزة البابلز غرزة حشو، والغرزة اللي بعد البابلز غرزة حشو. كده انا عملت 3 غرزة حشو فوق غرزة البابلز زي ما واضحة كده. الغرزة الرابعة عندي هشتغل فيها غرزة بابلز جديدة، هدخل في الغرزة الرابعة واعمل غرزة البابلز، هعمل 5 اعمدة غير مكتملين بحيث يكون 5 اعمدة غير مكتملين، وعلى الابرة 6 حلقات، 2 3 4 5 عمود عندي، هطلع برضو من حلقتين، وبالشكل ده يكون عندي 6 حلقات على الإبرة، هطلع منهم مرة واحدة واقفل عليهم بسلسلة. ودي شكل غرزة البابلز. هكمل وهدخل في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو، وفوق غرزة البابلز هعمل غرزة حشو. كده 2. التالتة هعمل فيها غرزة حشو، الرابعة هتكون غرزة بابلز. 5 أعمدة غير مكتملين بست حلقات. زي ما انتوا شايفين كده بتكون شكل البابلز، بتكون بالطريقة دي زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هتبان شكلها اكتر وهتبان جمالها اكتر لما نرتفع بالاسطر. هنكمل شغلنا وهنرجع نشوف شكل القطعة بعد ما نرتفع بالاسطر. زي ما انتوا شايفين بعد ما طلعت بعدد من الاسطر، ده شكل الغرزة معانا. غرزة جميلة جدا وسهلة وشكلها حلو. ده نموذج صغير انا عملته علشان اوضح بس الغرزة، لكن انت طبعا هتعملي زي ما قلت لك في البداية، ال 30 في 30 او 30 في 40 على حسب مقاس الكوشنز عندك. هتعملي عدد سلاسل من مضاعفات العدد 4، وبعد كده تزودي 2 سلسلة، وبعد كده تشتغلي الغرزة، تعملي سطر من غرز الحشو وتشتغلي غرزة البابلز زي ما قلت لك في الفيديو، وترتفعي بقى بالطول وتعملي العرض المناسب اللي انتي محتاجاه والطول اللي انتي عاوزاه. وبعد كده بتعملي قطعتين، تجيبي القطعتين تحطي الوشين على بعض، وش القطعتين على بعض، وبعد كده بتيجي من الجناب وتخيطي بالإبرة والخيط عادي، بإبرة التنظيف والخيط عادي، خياطة عادية، او تعمليها بغرزة المنزلقة، غرزة قصاد غرزة، وتعملي برضو من تحت غرزة قصاد غرزة بغرزة المنزلقة، ومن الجنب التاني كمان، وبعد كده ممكن تركبي سوستة او تقفليها برضو بغرزة المنزلقة بعد ما تحطي الكوشنز فيها، زي ما انتي حابة بقى. هتعملي قطعتين بنفس المقاس وبنفس عدد الغرز، وتخيطيهم زي ما قلتلك من الجناب ومن تحت، وتسيبي الجزء الفوقاني تعملي فيه سوستة، وهيكون شكلها جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين ده شكلها، وكمان سهله في شغلها، وتقدري تعمليها وتزيني بيها الانتريه او الصالون بتاعك، واعمليها بالالوان اللي تعجبك، وكفايه انها من ايديك. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبك. ولو اول مره بتشوفيني شرفيني باشتراكك في القناه، وما تنسيش اللايك والشير، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.